استحل رئيس الحكومة الإسبانية السيد بيدرو سانشيز اليوم الاثنين بالرباط في زيارة عمل للمغرب يجري خلالها محادثات مع عدد من المسؤولين المغاربة. وكان في استقبال السيد سانشيز لدى وصوله إلى مطار الرباط صلى رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني، وبعد أن استعرض تشكيلة من القوات الجوية الملكية أدت له التحية، تقدم لسلام على السيد سانشيز كل من وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان المصطفى رميد ووزير الداخلية عبد الوافي الفتيت ووزير الثقافة والاتصال محمد الأعرج، كما تقدم لسلام على رئيس الحكومة الإسبانية كل من والي جهة الرباط سلا القنيطرة عامل عملة الرباط محمد مهيديا ورئيس المجلس الجماعي لسلا جامع المعتصم وسفيرة المغرب في إسبانيا كريمة بن عيش وشخصية أخرى. ويرافق السيد سانشيز في زيارته للمغرب وفد هام يضم عددا من أعضاء الحكومة الإسبانية ومسؤولين سامين.